تجربة مسرح المغرب هي تجربة مهمة في مسار المسرح المغربي، لأن كيفما كنشوفوا في السنوات الأخيرة التجربة المغربية ولا التجربة يحتذى بها على مستوى المسرح، وكل ما نسافر إلى مهرجانات عربية نحصد جوائز مهمة سواء على مستوى التشخيص أو على مستوى الإخراج المسرحي وكذلك الكتابة المسرحية. فأكيد تجربة مسرح المغرب ستقود نجومنا بحال النجم المقتدر عبد الله ديدان وكل المشتغلين في العرض نحو أفق أوسع لأفق عربي، من خلال أن المسرحية غادي تداع على قناة MBC5، فأكيد الجماهير العربية غتعرف على المسرح المغربي وغتواصل معها أكثر. أنا التجربة متبعاها من الأول ومشجعاها من الأول، لأن كلهم زملائي وكلهم أصدقائي، طبعا كان بودي أنني نكون معهم، ولكن أنا ملتزمة بتصوير مسلسلات لصالح قناة MBC5، وكتعرفوا أن تواجد المسرح هو خاصك تكون في زمان ومكان معين لمدة أكثر من شهر ديال التداريب ومن بعد العرض، فكنتمنى في العروض المقبلة يكون عندي الوقت نكون معهم. هي قناة ليست جديدة، دائما كنا كنشتغلوا ولكن تحت أرقام متعددة كال MBC1 2 3 4، يعني هذه 5 هي لشمال إفريقيا، فالاشتغال وفر واحد يعني سوق شغل مهمة بالنسبة للعاملين سواء الفنيين أو التقنيين. الجميل فيها هو أننا كنشتغلوا على بيئة مغربية، على نصوص مغربية مع ممثلين مغربيين، وكنسوقوهم في بلدان عربية، فهذا هو الشيء الجميل. كنصور مسلسل مع المخرج هشام جباري لصالح قناة MBC5 اللي عنوانه سلامة أبو البنات، البطولة ديالي وديال سي محمد خويس سعدية لاديب مجموعة ديال نجوم مغاربة، وكذلك عندي اقتراحات اخرى ان شاء الله بعد الصور غندخل ليها بالاضافه للبرنامج ديالي كنقدمه يوميا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع احاطه على شبكات التواصل الاجتماعي.